Fammela! Carlos! Fammela! Carlos! Fammela! أنا كارلوس يا فاملا. مظبوط مظبوط كارلوس. ضيعتيني. لأنه نحن كتير كول. تعرف ليه كارلوس؟ شكل الشمس ضربت لي الراس. هاتوا في كتير برونزاج وبحر وبحر. شو عم تعمل هالأيام خبرينا؟ عم بعمل نوع عم روح على البحر وعم صور كمان. بس كارلوس أنا برونزي كتير. أنت ليه بعدك أبيض ما عم تروح على البحر؟ بلا عم بروح على البحر بس عم ضلني تحت الشمسية كل الوقت. كارلوس أنت كتير كول. فإذا أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من كافيتيريا الله يومال. معنا أربع أغاني رح نتعرف عليهم بعد شوي، وهني هلا رح نكون مع المرتبة رقم 4 ومنشوفها سوا. ما حدا حياخدها غيرنا، هيدي الكرسي لإلنا نحن. لا 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 لا، والله لو شكوا براسهم ريش، الكرسي لإلنا نحن. يا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها، بسقيها دموع عيني وقدم لقلبي بايدي. ويا ريت في خبيها وما خلي حدا يحاكيها، بسقيها دموع عيني وقدم لقلبي بايدي. وباخد من عمري وبعطيها شكل الشمس بلشت تاخد عليك. ايه فاملا نقصيني، كنت انا سارح بالكاميرا رح نبلش. اوكي مشاهدينا، كنا مع الاغنية رقم 4 والاغنية هي يا ريت في خبيها. ويلي بغنيها هو مين؟ راغب علامي. فاملا عن خبر خبرية صغيرة هلا بانتظار انفوت بالمرتبة رقم 3، وبتحكي عن كان يا مكان. ياه كان يا مكان، ما فهمت عليك كارلوس. السياحة ضربة منيح بكان باميلا. كارلوس السياحة كتير كول بباميلا بكان بكان بباميلا. كارلوس بلشت الشمس تضربك لك. شو قلتك الخبرية هيدي مزبوطة؟ والله يا كارلوس قلنا 3 سنين منروح منصيف بكان. احنا طول عمرنا نصيف بكان اصلا. اوكي ما هيك؟ ما حدا قالوا معنا شيء. بس الخبرية انه ليش هالشرطة هونيك هالقد اخذت لها اهمية الخبرية؟ يعني انا رح لك ليش كارلوس، لانه الشرطة هونيك كارلوس بهمها انه تقوى السياحة بلبنان مش بكان يا كارلوس. والشبكة اللي قطناها بالبحر كنا عم نشيل فيها سمك. اوكي والله بنشوف الاغنية المرتبة رقم 3. هي على الهدى بغنية وديع الصافي. يا بدي اسالك بس، هلا عم لاحظ انه هالبرونزاج هيدا غير شكل وكثير كول البرونزاج عليكي، ولكن بدي اعرف شو بتستعملي لتطلع لونك هيك؟ اول شيء كارلوس بجيب قنينة الزيت اللي من الصيدلية. بنقص منها الربع، بزيد عليها الربع زيت زيتون، بحط عليها شوية شو قلنا هولي لصبغة اليود. وبحطها على البحر وبصير لونها هيك كثير كول. انت شو بتحط على البحر كارلوس؟ انا بعمل وصفة كثير غريبة ولكن كثير فعالة. بجيب زيت الزنجبيل، برجع بخلطه مع زيت الخروع، ولكن بزيد شوية نفتالين وشوية تربنتين، وشوفي شو بتعمل. يعني بس ما تقربيها حد النار لأنه بتنفجر. كارلوس رح نسمع هلا الأغنية الرقم 2 ومنشوفها سوا. يلا تحسين نازل. أنا وئام. عرفتك نازل نازل. يلا شبك شبك وئام شبك. تحسين وينك يا تحسين؟ شو ويني؟ مش لساتني شبك؟ ما بدي اشوفك انا، قلت كمان بدي اشوفك كمان، وينك يعني؟ شو ويني؟ ما عم بكون بالمكتب، وين بدي اكون؟ شبك رايح جاي عم بتعزف حزك مزه؟ نحن اتفقنا اني اشوفك ولا لا؟ لك يا اخي مزبوط مزبوط. طيب. على راسي. هلا جيت اشوفك، وينك طب؟ لك من لساتك امبارح شايفني. طيب. وقلت امبارح شايفني واللي قبله كمان شبك؟ ما القصة انه شو شو شبك؟ انت شبك شو بدك؟
كانت مشاهدينك كده مع الأغنية رقم 2 والأغنية هي بدي شوفك كل يوم. مين بغنية كارلوس؟ محمد جمال. يا ما فيش خبرية جديدة حلوة مهضومة كارلوس خبرنا إياها؟ بلا بدي خبري. خبرية بتحكي عن موضوع كتير حساس ودقيق، وهو انه ملاحظ نحن عادة لما نكون عم نحضر تلفزيون بهالايام بلبنان، عم نلاحظ انه كل الدعايات اغلبيتهم 90% 95% 85% من الدعايات كلهم بيحكوا عن موضوع واحد، وهو المنظفات. مسحوق غسيل، مسحوق تنظيف، مسحوق للجلي، مسحوق للشعر لينظف لك شعرك ويضله ناعم، ومسحوق للجسم ليضله نظيف، وصابون وصابون وكل هالامور. كل هالاعلانات عم بتصب بهالخانه. ليش باميلا؟ انت برايك شو العبره من هالشيء؟ انا بعتقد كارلوس لانه البلد كتير موسخه ايامه هالايام، مش هيك؟ بعتقد انه بنحتاج لهالكم من المساحيق لننظف شوي هالقصص اللي عم بتصير. يا شو هالجواب يلي بيطعش بيطعش الله الله ما يسمعوا، لانه انا كتير كول كارلوس. هلا بنشوف الاغنيه بالمرتبه رقم واحد. شو بيه؟ نعم؟ شو بيه؟ شو بني؟ ما بني شي. ليه عم تطلع بالورد؟ عفوا؟ ليه عم تطلع فيه بالورد؟ أنا مقاطع. أنا طلعت فيك بالورد؟ ايه، بدي أمرق ساعة البدة، ما قلك معي شي، أوكي؟ أمرق وقت البدك، ما حدا طلع فيك بالورد. أنا شو بدك هلأ؟ شو فيه؟ شو بدك؟ أنت شو بدك؟ أنت شو فيه؟ شو فيه؟ شو بدك؟ شو يعني شو عم تطلع إنه لا إنه عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ شو فكرك تعمل يعني؟ وين بدك توصل؟ مين؟ أنت شو بدك؟ أنت شو بدك؟ أنت شو بدك؟ يا خي أنا قاطع، شو بدك فيه؟ مين ما تعطيت معه؟ لك شو فيه هلأ؟ شو بيك؟ شو بدك تعمل مشكل يعني؟ أنا بدي أعمل مشكل؟ أنت اللي بدك تعمل مشكل. لا إذا بدك تعمل مشكل لا، إذا بدك تعمل مشكل معي يا جماعة شو أحلى. أهلاً، أنا بدي أعمل مشكل حبيبي. أهلاً أهلاً. لك قاطع من هون طلع فيه بالورق. شو بيك شو؟ أنا ماشي. أنت عم تطلع فيه بالورق؟ لا خي ما طلعت فيه بالورق. نعم؟ ما طلعت فيه بالورق، هو عم بيفتر علي، شو بدك هلا؟ طيب هو عم يفتر عليك؟ انت عم تفتري عليه؟ هو عم يفتري علي، بدي اعمل مشكله. اه اكيد لا، ما خلص ما بتعرف. لا تعال واقف واقف. بتعرف شو مالي؟ لا خلقك ولا خلقه، اصطفل منك لقله حلو عني. زيح. ايه طيب زيح. شو بك انت من الاول يا زلمه؟ وينك حبيب قلبي؟ حبيبي انت. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم من كافيتيريا لا يمل التوب فور. ان شاء الله تكونوا تسليتوا واستمتعتوا بالاغاني الجديده والخبريات المهضومه اللي بنخبركم اياها دائما. فاذا مشاهدينا للاسبوع المقبل او اللي بعده او اللي بعده، ما هيك كارلوس؟ لا لا باميلا، كل قلتيهم غلط. هلا كنا مع توب فور كافيتيريا لا يمل، ما لكم باي باي، بنرجع نتلاقي فيكم قريبا. قلتيهم هالاشياء، قلتن هول كارلوس باي، ونحن كثير كول. يا انا قلتن هول.